فرصة أمام جليلي كبيرة. ثانيا من الناحية الواقعية، السيد جليلي رجل دولة من الطراز الأول، يعني لا يقارن بالسيد بوزشكان. بوزشكان إذا استثنينا دورة واحدة وزير صحة، جليلي على طول النظام في السنوات العشرين الأخيرة هو في موقع أول، سواء كان مثلا مسؤول عن الملف النووي، مسؤول عن التفاوض في الملف النووي، ممثل القائد في مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي الإيراني أعلى سلطة تنفيذية بالبلد، يعني التخطيط والتنفيذ يجتمع في مكان هو مجلس الأمن القومي. السيد جليلي هو ممثل السيد القائد في هذا المجلس، فوجوده في هذا الحضور العلوي في زمن رئيسي أيضا كان يعني مستشار رئيسي في العديد من الملفات اللي كان مسؤول عن تنفيذها. فيختلف من ناحية كونه رجل دولة يتفوق على السيد بوزشكيان كثيراً.